فضيلة الشيخ، ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والميكروفونات؟ لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى، فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر، إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدارس. يأخذ ساعتين مثلا أو لمدة ساعة أو ساعتين ولا دقيقة ولا دقيقتين. نعم.